مشاهدينا الكرام، برحب بكم مرة تانية في هذا الصباح. هذه المرة مع وقفتنا اليومية المعتادة مع آخر عناوين الصحف، آخر ما صدر في صحيفة الجلالة اليوم. اسمحوا لي في بداية هذه الفقرة أرحب بضيف الدكتور أحمد عفيفي الكاتب الصحفي. صباح الخير يا دكتور. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك. اسمح لي نبدأ جولتنا الصحفية من جريدة الأهرام، وخبر بيقول الرئيس يوجه بتوفير السلع وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انقطاع الكهرباء عن ماسبيرو. جاء ذلك خلال اجتماع أمس مع الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد شاكر المراكبي وزير الكهرباء، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية. يعني تعليقك على هذا الخبر وهذه التوجيهات من سيادة الرئيس، خصوصا بعد ما أثير في المرحلة الأخيرة من غلاء بعض الأسعار، وبالتأكيد ما يخص انقطاع الكهرباء عن مبنى ماسبيرو اللي حدث مؤخرا. هذا يؤكد يا أستاذ محمد أن الرئيس المصري يحمل هموم المصريين. دي حقيقة. يعني كون أنه حضرتك يرجع من المشاركة في احتفالات روسيا العيد السبعين لعيد النصر، ثم يعود مباشرة ليجتمع بوزير الداخلية وزير التموين ووزير الكهرباء عشان يناقش مشكلات داخلية للشعب المصري، ده دليل على أنه يحمل حقيقة في صدر هموم المصريين. فكون حضرتك يناقش وزير التموين، هو بيأكد عليه أنه يوفر السلع الأساسية، أنه يوفرها بسعر مناسب في المجمعات الاستهلاكية وغيره، بالإضافة أنه بيطالب وبيوجه بتفعيل دور الرقابة على الأسواق، وده مهم جدا الحقيقة، لأن في الآونة الأخيرة ظهرت فئة من التجار لا يعنيها مصلحة الوطن ولا يعنيها مصالح البسطاء، فده مهم جدا أن يبقى فيه رقابة على الأسواق لتوفير السلع الرئيسية بالثمن المناسب الحقيقة. وأيضا يوجه معالي برضو وزير الكهرباء، بيقول له أن الصيف جاي مش بالضبط. عايزين المشكلات انقطاع الطاقة، مقبلين على رمضان أيضا مرة، يعني في خلال أسابيع، فهنبقى محتاجين برضو توفير بعض السلع الغذائية بأسعار مناسبة. ده مهم جدا طبعا، لكن أنا بقول لحضرتك الكهرباء مهم جدا أن يبقى في مواجهة الصيف، مش عايزين انقطاع التيار الكهربائي يعني بشكل متكرر. فبيقول له اعمل صيانة كاملة لمحطات الكهرباء، تابع انشاء المحطات الجديدة، وده مهم جدا الحقيقة. طيب خلينا نروح لخبر اخر من جريدة الاخبار، نقرأ منها. محلب وحاكم الشرقة يفتتحان دار الوثائق الجديدة بالفسطاط القاسمي، مهما قدمنا لمصر لن يكون قطرة في بحر عطائها. هي لفتة طيبة جدا. مفيش شك ان حاكم الشرقة الحقيقه يعني بيرد الجميل للمصريين. هو بيقول ان انا اتعلمت في مصر، وكان زعلان جدا لما تم حرق المجمع العلمي، المجمع العلمي في ميدان التحرير ايام الثوره. فكان الحقيقه بيجد دور مهم جدا ان هو يعمل دار لحفظ الوثائق المصريه، والحقيقه افتتحها مع معالي رئيس الوزراء، وحطوا فيها 100 مليون وثيقه، وهذه الدار تتسع ل 600 مليون وثيقه في المرحله القادمه. وبيأكدوا على أن يتم حفظ الوثائق السياسية والاقتصادية والثقافية فيها لحفظ التراث المصري. وحاكم الشرقة بيؤكد أن مصر تستحق الكثير لأنها قدمت للبلاد العربية الكثير، فهذا نوع من أنواع رد الجميل لمصر وشعبها. العلاقات أعتقد ما بين مصر والإمارات علاقات جيدة، يمكن خصوصا في مجال التبادل الثقافي والتعاون في مثل هذه المجالات. اتفق الحقيقة أستاذ محمد، مش في هذه المجالات فقط، في كافة المجالات الحقيقة في تناغم وتنسيق كامل مع القيادة الإماراتية، لأن الحقيقة مش من اليومين دول الحقيقة، من أيام الشيخ زايد الحقيقة العلاقات المصرية الإماراتية في أفضل حالاتها. تمام. طيب خلينا نروح لجريدة أخرى وهي جريدة المصري اليوم، ونقرأ منها خبر وتصريح من وزير الخارجية. تقاربنا مع روسيا ليس على حساب أمريكا. الدكتور علي الدين هلال يقول الديمقراطية قائمة على المساومة. جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. يعني ماذا وراء هذا الخبر يا دكتور؟ احنا كنا بنأكد دايما أمريكا علاقات استراتيجية ممتدة لأكثر من 30 عام، ولكن كنا دايما بالنادي أن تكون هناك علاقات متوازية مع القوى العالمية والإقليمية في العالم كله، عشان ننفتح على اقتصاديات جديدة، على توجهات جديدة في المجال العسكري. مش علاقات بديلة، لا، علاقات متوازية. وأعتقد أن السيد الرئيس السيسي بعد توليه المسؤولية انتهك هذا النهج، وعملنا بالفعل علاقات مع الجانب الروسي ومع الصين، ويمكن خدنا المقاتلات من فرنسا، فتنويع مصادر التسليح، الانفتاح على اقتصاديات جديدة غير الاقتصاد الأمريكي، ده مهم جدا، ولكنها ليست بديلا، ولكن أهلا وسهلا أن احنا نفتح علاقات مع كل القوى العالمية. طيب هل هذا فعلا ممكن يؤثر على حساب علاقاتنا مع أمريكا اللي يمكن كانت توترت في الفترة الأخيرة، خصوصا
فترة حكم الإخوان وما تلاها. ما فيش شك أن العلاقات بين الدول يعني تأخذ ما بين الصعود والهبوط في بعض الأحيان، ولكن علاقات مصر بأمريكا علاقات استراتيجية ممتدة لأكثر من 30 عاما، مش من يوم وليلة كده هتقول لا أنا مش عايز أعمل علاقات مع أمريكا أو هعمل علاقات بديلة، لا، إحنا عايزين علاقات متوازية مع كل القوى العالمية بما يخدم في النهاية الصالح والمصالح المصرية. طيب نروح لجريدة أخرى، دكتور أحمد، جريدة اليوم السابع، ووزير الداخلية يقول نقف بالمرصاد لمن تسوي له نفسه النيل من استقرار الوطن، واللواء مجدي عبد الغفار يكرم 138 من أسر شهداء الشرطة. يعني ما المقصود بالتحديد من هذا التصريح اللي يمكن فيه لهجة من الحزم والتهديد لكل من تسوي له نفسه التخريب، وعن 38 من أسر شهداء الشرطة؟ أنا هنا في الخبر ده بشكر معالي وزير الداخلية على تكريمه أسر الشهداء. ده مهم جدا أن يكون هناك عرفان بالجميل لكل من قدم روحه أو تعرض الإصابة للدفاع عن مقدرات هذا الوطن. أما كنا حضرتك بيوجه بأن هتبقى في مشكلة مع أي حد هتسوي له نفسه أنه يتعرض للأمن المصري، ده مهم جدا، لأن إعمال القانون في هذه اللحظة مهم جدا على الخارجين على القانون سواء في على الحدود أو في الداخل المصري. ما بقاش في وقت، ما بقاش في مجال، الشعب المصري دلوقتي اقتصاده وأموره كلها على المحك، لابد من الضرب بإيد من حديد وتفعيل تنفيذ القانون على الجميع بلا استثناء. بالتأكيد. طيب دكتور أحمد، خلينا نتوقف للحظات، نروح لمراسلنا رمضان المطعاني مع متابعة أكثر من آخر مصادر في صحافة اليوم. إليك رمضان. نعم محمد، وجولة سريعة في أبرز عناوين الصحف التي نبدأها من الأهرام التي كتبت تقول الرئيس يوجه بتوفير السلع وضبط الأسعار، وهو عنوان رئيس في جريدة الأهرام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انقطاع الكهرباء في مسبيرو مستقبلا. العنوان الثاني في جريدة الأهرام يقول محلب وحاكم الشارقة يفتتحان دار الوثائق الجديدة، هذا الحدث الذي تم بالأمس، هذا أبرز ما كان في جريدة الأهرام. أما لو تنقلنا إلى جريدة الأخبار نقول العنوان الرئيسي فيها استدعاء رئاسي لثلاثة وزراء، السيسي يسأل لماذا انقطعت الكهرباء عن مسبيرو وأين خطط مكافحة الغلاء. أما العنوان الأول في الأخبار يقول حصانة للمعلم داخل مدرسته في القانون الجديد. والعنوان الثالث في الأخبار يقول قاضي محكمة الإرشاد وكرداسة يروي تفاصيل محاولة اغتياله، هذا أبرز ما كان في الصفحة الأولى من الأخبار. نتحول إلى الجريدة الأخرى وهي جريدة المصري اليوم التي كتبت تقول السيسي يجتمع بالكهرباء والداخلية لمواجهة الظلام، وعنوان فرعي في المصري اليوم الإخوان ترد على أحكام الإعدام العبوات الناسفة. أما في عنوان من الناحية العربية فيقول وخاص بليبيا فجر ليبيا تحتجز مصريين في مصراتة والخارجية نتابع مع سلطات طرابلس، هذا أبرز ما كان في المصري اليوم. وأيضا تناولت حريق يدمر أرشيف الملفات المهمة بالتموين وزعر داخل الوزارة على إثر الحريق كان بالأمس في وزارة التموين. نترك المصري اليوم ونتحول لجريدة اليوم السابع التي كتبت تقول تعديل حكومي قبل الانتخابات، تقارير رقابية وأمنية للرئيس توصي بتغيير وزاري وتكشف أداء الأمن 45% فقط، وأيضا إظلام مسبيرو وتكرار انقطاع الكهرباء يشكك في وعود الوزير. وأيضا تناولت ارتفاع الأسعار واستمرار الفساد في المحليات يثير الغضب الشعبي. العنوان الأخير في جريدة اليوم السابع السيسي يعقد فور عودته في موسكو اجتماعا بوزراء الداخلية والكهرباء والتموين، هذا ما كان أبرز في جريدة اليوم السابع. ونتركها ونتحول أخيرا إلى جريدة صوت الأمة.
نعم، جريدة صوت الأمة هي التي كتبت تقول: تمويل انتخابات مشايخ النور بالاستيلاء على 18 مليون دولار من تبرعات إغاثة سوريا والصومال. وأيضا خبر فرعي يقول: إغراق أنفاق حماس بمياه الأبار الجوفية. وكانت هذه آخر جولة معنا في صحافة اليوم، وإليك زميلي محمد في الاستوديو. شكرا ليك رمضان المطعاني على هذه الجولة في عناوين الصحف السريعة. وبرجع معاكم مرة تانية مشاهدينا الكرام للدكتور أحمد عفيفي الكاتب الصحفي ضيف الاستوديو. أهلا بيك مرة تانية يا دكتور. أهلا أستاذ محمد. خلينا نكمل جولتنا يمكن الصحفية، استعرضنا بعض الأخبار ورمضان استعرض لنا بعض العناوين السريعة. خلينا نكمل هذه الجولة من جريدة الشروق. خبر بيقول: تفريغ كاميرات مراقبة ماسبيرو لكشف ملابسات تسويد الشاشات. ورئيس قطاع الأمن بالتلفزيون يقول: لا صحة لتورط عناصر إخوانية في الحادث ولن نقدم كبش فداء. والأمير يقول: استقالتي تحت تصرف المسؤولين حال ثبوت تقصير اتحاد الإذاعة والتلفزيون. يمكن فعلا الساعة اللي أظلمت فيها أو أظلم فيها مبنى ماسبيرو أثار الكثير والكثير من الجدل سواء داخل المبنى أو خارج هذا المبنى. تعليقك على تصريحات رئيس قطاع الأمن ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون. في شك أن مبنى ماسبيرو بيحتل أهمية خاصة عند المصريين، ويمكن الرئيس لما أول ما رجع من الاحتفال في دولة روسيا بعيد النصر رجع يناقش قضية انقطاع التيار الكهربائي. ده إن دل على شيء يدل على أهمية مبنى ماسبيرو عند المصريين. مفيش شك إن لما الأستاذ عصام الأمير، أنا عجبني قوي تصريحه، بيقول إن لو في تقصير أنا هقدم استقالتي. ده إن دل على شيء يدل على أن ثورة 25 يناير و30 يونيو أوجدت مسؤولين محترمين حقيقة. يكون إن مسؤول يقول أنا لو عندي تقصير أنا هقدم استقالتي، فده ما كناش نسمع عمرنا إن مسؤول. يمكن حضرتك أستاذ محمد عارف كان المسؤول يعني بيبقى لازق في الكرسي، لكن النهارده عصام الأمير بيقول إن لو في تقصير أنا على استعداد إن أقدم استقالتي، لكن أنا بقول له لأ، طالما ما فيش تقصير زي ما مدير الأمن بيقول، هو ما فيش عمل تخريبي، وده الحادث قضاء وقدر أو نتيجة إن التيار الكهربائي جه زيادة شوية فحرق لوحة الكهرباء، فلا استمر في عملك وأدي، لأن في تطوير في التلفزيون، في مهنية في التناول، لا بنقول لك كمل إذا كان ما فيش تقصير إن شاء الله. طيب هل بتعتقد دكتور أحمد إن بالفعل في بعض العناصر الإخوانية اللي ممكن تكون سبب في هذه الكارثة اللي حدثت، ويمكن بعض الكوارث الأخرى اللي دايما برضو يقال إن في بعض العناصر الإخوانية اللي كانت متسببة فيها، ولا هل هذا الكلام بقى مجرد شماعة ممكن يتعلق عليها الأخطاء؟ أنا عجبني قوي تصريح مدير الأمن، هو بيقول لك أنا مش هقدم كبش فداء، هناك تحقيقات، إذا ما ثبت التقصير أو إذا ما ثبت أن العناصر الإخوانية القائمة على هذا الأمر هيتم عرضهم على طول على النيابة العامة زي ما أمر رئيس الوزراء. فده مهم جدا، لكن إحنا مش عايزين نروج لشائعات. إحنا في أطر قانونية لتناول هذا الموضوع، نديهم الفرصة نشوف ايه الخطا فين ونعالجه، واذا كان هناك تقصير يعني لابد من محاسبه المقصر عشان ما يتكررش هذا الامر مره اخرى، لان مبنى ماسبيرو مبنى بيحتل زي ما قلت لحضرتك في البدايه اهميه خاصه في قلوب المصري. بالتاكيد. طيب خبر من جريده الاهرام، خبر اخر من جريده الاهرام بيقول: خلال استقبال وفد القابضه للنقل البحري والبري، رميش يقول: تطوير 6 موانئ بمحور قناه السويس، المشروع الاكبر المشروع الاعظم اللي بينتظر كل المصريين وكل مصر لعودة عجلة الاقتصاد مرة أخرى تدب في عروق مصر. أستاذ محمد، مشروع قناة السويس عجبني جدا الحقيقة. يمكن رئيس الشركة أو سيادة الفريق ماميش بيقول إن إحنا انتهينا من 66% من تكريك محور قناة السويس الجديد. ده مهم جدا لأن إحنا خلاص على وشك إن إحنا نفتتح محور قناة السويس. النهاردة هو بيفكر في تنمية وتطوير الموانئ الموجودة على هذا المحور زي ميناء العريش، ميناء الطور، ميناء العين السخنة، لأنه عايز يربط بين شمال سيناء وجنوب سيناء، عايز يوفر فرص عمل جديدة، عايز يوفر خدمات لوجستية عشان نعمل المشروعات اللي احنا عرضناها في المؤتمر الاقتصادي. فده فكر محترم جدا لهيئة قناة السويس، نتمنى انه يحصل على الارض. بالتأكيد. طيب خبر أخير سريع من جريدة المصري اليوم، النور و35 حزب تنضم إلى المشروع الموحد لقوانين الانتخابات، ومجلس الدولة يطلب تحديثات الناخبين وتوقعات بتغيير الفردي. يمكن لسه في بعض اللخبطة في انتخابات البرلمانية، ويمكن التأجيل اللي حصل فيها يكون ساعد على فهم هذا العوار الموجود في هذه
الانتخابات، فماذا تقول عن هذا الخبر؟ يمكن يا أستاذ محمد هنا اللجنة القائمة على تعديل قانون الانتخابات بتحاول تسد كل الثغرات المتعلقة بالمشكلات اللي ممكن حد يطعن فيها وتبقى فيه مشكلات دستورية في هذه القوانين. فالنهاردة هم بيأكدوا على سد كل هذه الثغرات عشان ما يبقاش فيه مشكلة في المجلس الشعبي الجديد. وأنا شايف أن الفرصة دي بتتيح للأحزاب المختلفة أنها يعني تربط مع بعضها عشان يبقى ليهم فعلا تواجد وثقل في الشارع المصري، وده مهم جدا عشان تفرز الانتخابات النائب اللي بيحتاجه الشعب المصري، اللي يعبر عن آمال وطموح المصريين، اللي يدافع على حقوقهم، اللي يكون شريك في الحكم مع الرئيس في صياغة مستقبل مصر. بالتأكيد دكتور أحمد عفيفي، دي كانت جولتنا الصحفية النهاردة في هذا الصباح. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد عفيفي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لوجودك معنا. ألف شكر أستاذ محمد. مشاهدي الكرام، فاصل